السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: زوجي تركني وحيدة وطلقني بالتلاتة وطفش من البيت بعد أن استخدمت قشر الموز والبيكنج باودر وقشر اليوسفي. إيه الموضوع وإيه الغرض من الفيديو؟ الغرض من الفيديو هو زيادة أعداد المطلقات وزيادة أعداد العنوسة في مصر والوطن العربي بل والعالم. إيه القصة؟ القصة إن أنا من كام يوم عملت فيديو عن زوجي لا يتركني وحيدة بعد أن استخدمت قشر الموز ومعجون الأسنان. الفيديو ده خلال 6 أيام جاب 2.5 مليون. فالنهاردة أنا قلت أستغلكوا برضو أعمل فيديو تاني بإيه؟ بقشر الموز والبيكنج باودر للأسنان، وحاجة تانية قشر السفندي. أنا هجيب لكم القشور كلها، هجيب لكم قشر الموز، قشر الرمان، قشر السفندي، في قشر الشعر برضو، في القشر اللي بيبقى واقع من البهية في الحيطان ده هجيبه برضو، أي قشر، وهنشتغل بيه بالصلاة على النبي وهنجيب ملايين المشاهدات. طيب نبتدي في موضوع الفيديو. أدي صبع الموز أهو جبناه، والموز ده خلي بالكم القشر بتاعه اللي احنا بنرميه واحنا مش واخدين بالنا، ده مليان فوائد، مليان فيتامينات وبروتينات وعربيات وموتوسيكلات، كل حاجه فيه. نعمل ايه؟ نقشره كده، نقشره كده، نقشره بالمعلقه كده وناكله، حاجه رهيبه. انا مش عارف ده القرد، القرد اعزكم الله بيقشر صبع الموز وبيرمي القشر، والقرد واعي جدا، اوعى من البني ادم، لو لقى فيه غرض كان زمانه كاله، لكن ده بيقشره وبيرميه. المهم نرجع لموضوعنا. اهم حاجه الصبع انا مش عايزاه، بس ايه؟ ناكله. الموز ايه؟ الموز حلو وطعم، كله ياكل موز. الموز جميل، كله موز. يجي بقى لدي الايه؟ قشر الموز جميل قوي. نجيب بقى البيكنج باودر، بيكنج باودر نفتحه ونرش شويه على دي، وبعدين ايه؟ وجوه وبره وكده. بس انا عشان برستيجي مش هقدر اكمل الفيديو، مش مشكله حتى لو برستيجي ضاع، انا اشتري 5 برستيج من السوبر ماركت عادي جدا، هتخلي لسانك واسنانك جميله. طبعا جوزي دخل من البيت لقى الخميره بيره في خلقتي وريحتي معفنه، طبعا هو حاطط في قلبه بقاله فتره، جرامي عليا يمين الطلاق بالثلاثه وطفشان وساب البيت. ومن هنا ابقى اشجعكم كلكم ان انتوا تعملوا التركيبه دي عشان تتطلقوا. برده ممكن تدعكي بيها وش ورقبتك، تمام؟ بعد اذنكم قشر الموز، طلبات عالميه على قشر الموز اهو، ورجلك وكل، وهبين لكم رجلي دلوقتي، تشوفوا الرجل طعامتها وحلاوتها، عليها اطنان من الجلخ. الجلخ ده برضو كان نوع من انواع الضغط اللي ضغطت بيه على جوزي وطلقني، وهأجر صاروخ 365 يوم عشان ابري الجلخ اللي على رجلي. نيجي بقى لقشر السفندي اهو، ما انا هجيب لكم كل القشور، والله هجيب لكم قشور افكاري برضو. نشتغل وبراءة الاختراع اللي انا هوريه لكم دلوقتي، ايه براءة الاختراع دي؟ ان انا هحضر بنزين وسولر وبترول من قشر اليوسفي وقشر البرتقال، وهذا الاختراع براءته لن تحصل عليها اسرائيل. انا بقول اهو البراءة دي خاصة بمصر والدول العربية، هثبت لكم انك تقدر تطلع من قشر البرتقال وقشر اليوسفي بترول، وهعمل لكم حلقه عن قشر البطيخ، خلي بالكم. بصوا بقى دي نار اهي، شايفين؟ فين اللي بيطلع من اليوسفي بيولع في النار اهو، كلكم اعملوها في البيت ولعوا فينا اهو، شايفين؟ ده البنزين، جيب كميه قشر يوسفي كتير
وقشر برتقال كتير واعصرها وحطها في تانك العربيه ودور واتكل على الله. التعقيب بقى، قشر موز ايه؟ قشر موز ايه اللي فيه قيم غذائيه اذا كان ربنا فطر القرد انه قشر الموز ويرميه؟ تمام. وبعدين الخميره، هي الخميره هتنضف الاسنان؟ هل الخميره بيره هتنضف الاسنان؟ بالعكس، دي بتوجد بكتيريا على الاسنان. فكل الهجس والدجل الدجل والنصب اللي انا بشوفه ده بصراحه مضايقني جدا جدا جدا. وارجوكم محدش يعمل هذه الخلطات ولا هذه الوصفات ابدا، لانها خطر على الجلد وخطر على الاسنان وخطر على الصحه. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا حواكم لاي قناه من قنوات الجهل. شكرا على طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.